السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حنفي من شركة كلين بايو. النهاردة إن شاء الله هنكلمكم عن إيه هي الشركة وإيه هو المنتجات اللي إحنا شايفينها قدامنا. مقدمة سريعة جدا عن الشركة، الشركة كلين بايو شركة كورية بتهتم بصناعة المعدات والمنتجات اللي بتهتم بتنقية الهواء. طب تنقية الهواء من ايه؟ من حاجات كتيرة جدا. انت عندك مثلا الهواء اللي حواليك ممكن يكون فيه فيروسات، ممكن يكون فيه اتربة، ممكن يكون فيه بكتيريا. بغض النظر عن الحاجات اللي فيه، الهواء ممكن يكونش 100% او ما بيكونش لحد ما نقي كفاية بحيث ان احنا نستنشقه. طب المنتجات بتاعتنا بتعمل ايه؟ بتحاول تساعد على تنقية الهواء ديت من المواد الضارة زي ايه؟ زي البكتيريا، زي الفيروس، زي بعض الأتربة وما الى اخره اللي ممكن تدخل في الجسم وتسبب مشاكل صحية. طب حلو، حلو جدا. طب هنلاقي مثلا المنتجات بتاعتنا، واحد هي منتجات صديقة للبيئة، طب اتنين هي بتستخدم تنقية هواء بالطريقة اللي انا هشرحها لكم فيما بعد. بس التقنية دي بتستخدم فيها تكنولوجيات كبيرة جدا، تكنولوجيات عالية جدا. التكنولوجيا اللي بتستخدمها أشعة فوق البنفسجية، ألترا فايولت ليد. هنلاقي كمان إن هي بتستخدم أشعة النانو تكنولوجي، هنلاقي إن هي بتستخدم بعض التكنولوجيات التانية. ليه؟ الغرض ببساطة شديدة جدا إن أنا أقدر أوصل لإفشنسي وأقدر أوصل لجودة كواليتي أحسن بكتير، بحيث إن أنا أوفر بيئة فيها هواء نقي للطلبة، للعمال، لما إلى آخره. طب حلو، هنلاقي أول منتج عندنا، المنتج دوت هنلاقي إن من حيث الحجم فهو حجمه لحد ما كبير نسبيا. بقدر استخدمه فين؟ بقدر استخدمه مثلا في الأوض أو الرومز الكبيرة نسبيا، أقدر استخدمه مثلا في الأوفيس، أقدر استخدمه مثلا في أوضة في مستشفى معين. ليه؟ علشان أوفر للمرضى بتوعي هواء نقي يقدروا يستنشقوه وما يسببش أي مشاكل صحية. المرضى يا جماعة ممكن يكون مثلا عندهم نقص مناعة، فالهواء الهواء لازم يكون هواء نقي بنسبة كبيرة جدا، وإلا يحصل مشاكل لا غرض لها يعني. وبالتالي اقدر استخدم المنتج بتاعي في المستشفيات، في الاماكن الكبيره، في الاماكن المفتوحه، بحيث ان انا انقي الهواء. زي ما انتم شايفين الجهاز بتاعي باللون الابيض، عندنا هنا اللون الاسود، وزي ما انتم شايفين الجهاز بتاعي ببساطه شديده جدا زي جهاز تاتش. بقدر استخدم عن طريق اللمسه الواحده بس اقدر اطفي او اشغل الجهاز. بقدر اعلي الانتنسيتي او الباور بتاع الجهاز او اقله عن طريق التاتش. يعني احنا لو بصينا على الجهاز هنلاقي ان هو هيومن فريندلي او فريندلي يوز، بحيث ان هو اقدر استخدمه بسهوله، مفيش اي معقدات، مفيش اي صعوبات في استخدام الجهاز. طب حلو، هنلاقي هنا كمان في الطب من عند الفتحة هنا هنلاقي زي الفتحة كاملة جدا 360، بحيث ان هي توزع لي الهواء النقي بعد معالجته بشكل 360 درجة حوالين الأوضة، على عكس مثلا الأجهزة التانية اللي هي بتركز على مكان واحد أو المكان ده مثلا أو المكان ده. لأ، احنا بنحاول نوزع الهواء النقي في 360 درجة، في على زاوية كبيرة جدا 360 درجة في جميع النواحي، بحيث ان انا اقدر احطه في اي حتة، مش لازم احطه في كورنر معين علشان يقدر يسبريد او يقدر ينشر لي الهواء النقي. لا، انا اقدر احطه في اي حتة. لو انا مناسب بالنسبة لي ان انا احطه في نص الاوضة، ساعتها هقدر احطه ليه؟ علشان هو يوزع لي الهواء النقي في جميع انحاء. تمام. طب على عكس مثلا الاوضة الكبيرة، هنلاقي مثلا الاوضة الصغيرة نسبيا هنلاقي فيها اماكن منغلقة الى حد ما، مثلا الاوضة بتاعتي الشخصية او مثلا اوضة تانية لمريض معين، او مثلا اوضة لمكتب شخص ما، مدير، صاحب الشركة، ما الى اخره. اقدر استخدم المنتج دوت في تنقية الهواء في تنقية الهواء في الاوضة بتاعتي. تمام، اقدر احلق. لو لاحظنا هنلاقي ان المنتج ان هو بيتثبت في حيطة، سواء الحيطة الجانبية، الحيطة الأمامية، الحيطة الخلفية، تقدر تثبته على الحيطة زي التكييف بالظبط. وبالتالي مفيش أي معقدات أو صعوبات في تحط الجهاز، يعني علشان لو ما لقيتش اللي هو مش مكان تقدر تحطه على الحيطة وبس كده. فكرة الجهاز ببساطة شديدة جدا، الجهازين بيستخدموا في تنقية الهواء، بيعملوا بنفس الطريقة.
هشرحها لكم. الجهاز زي ما هو موضح قدامنا، هنلاقي ان في الخلفيه وحده الفلتر او وحده الفلتره، الا وهي اللي هي بتستخدم في تنقيه الهواء. زي ما وضحنا ان الهواء ممكن يكون فيه زي فيروس زي كورونا، زي ما احنا مش عارفين، احنا حاليا دلوقتي بنعيش فتره الكورونا فيها لحد ما منتشر شيء شويه، فبنحاول نقلل على قدر الامكان البوسيبيليتيز او الاحتماليه في احتماليه وجود الكورونا حوالينا. فبنعمل ايه؟ فبنحاول ننقي الهواء اللي حوالينا من اي فيروسز، مش اي فيروسز بس، لا ده اتربه واي حاجات تانية تقدر تسبب مشاكل وانس او بمجرد ان هي تدخل الجهاز السيستم بتاعي، تمام؟ وخصوصا الناس اللي عندهم مثلا نقص مناعي او ما الى اخره، لا الناس دولت ما بيحتاجوش، مش بيكونوا ابعد ما يكون عن ان هم يلاقوا او اي اتربه او اي حاجات من ديت تدخل الجهاز بتاعهم، طب حلو، او تدخل اجسامهم. طب حلو جدا، هنلاقي مثلا ان الجهاز واحد بيعتمد على اكتر من خطوه لتنقيه الهواء. يعني احنا مثلا عندنا اول خطوه هنلاقي مرشح مضاد للبكتيريا، مرشح الكربون نشط، هنلاقي مرشح او فلتر الاتش الاتش اي بي اي. طب ديت بتعمل ايه؟ بتعمل على ازاله الفيروسات والبكتيريا، بتعمل على ازاله الجزيئات الكبيره زي الاتربه مثلا اللي جايه محمله بالهواء. مثلا بتحاول تزيل على قدر الامكان الغازات الضاره وما الى اخره، الحاجات اللي هي كبيره نسبيا. تاني خطوه بالنسبه لنا هي اشعه الفول البنفسجيه اللي هي اليو في ليد. بتعمل ايه؟ بقدر استخدمها علشان تعقم الار ان اي، الحاجات اللي هي تقدر تمرضني او ما الى اخره. الخطوه الثالثه بالنسبه لي الا وهي المرشح التحفيز الضوئي اللي هو ثاني اكسيد التيتانيوم تي اي او 2، بحاول ادمجه مع الالترا فايل الاشعه فوق البنفسجيه علشان اقدر اكون جذور للاو اتش الهيدروكسيد اللي هو بيحاول يساعدني في التعقيم او في اكسده المواد العضويه وتحليلها، وبالتالي كمان يزيل لي الروائح الكريهه. طب اخر خطوه بقى هنلاقي ان الهواء النقي ده في الاخر بيطلع على 360 من الفتحه اللي فوق ديت. اخر حاجه احب اوضحها ان معانا ريموت كمان تقدر تتحكم فيه من على المكتب بتاعك، مش محتاج ان انت تروح تستخدم جهاز التاتش، لا انت تقدر كمان تستخدم الريموت بتاعك من غير اي حاجه. ختاميا بقى احب اوضح كمان ان احنا عندنا السيرتيفيكتس بتاعتنا، عندنا شهادات، تحب الشهادات دي توثق لك او تثبت لك مدى الافشنسي بتاعت الشركه بتاعتنا وتقدر تعتمد عليها. بس كده، دي الشركه بتاعتنا ودي المنتج بتاعنا، المنتج بتاعنا مفيد، بنحاول نحافظ على سلامه الاسره، سلامه العمال، سلامه الموظفين. بس كده، شكرا جدا ليكم وشكرا لاستماعكم.